الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لأن الحق في خيار المجلس لهما، فإذا قال أحدهما للآخر بعتك سيارتي شريطة ألا خيار للمجلس بيننا، ورضي الطرف الآخر فلهم ذلك، لأن الحق ليس يرجع لله محضا، وإنما يرجع الحق للمتعاقدين. والمتقرر عندنا أن صاحب الحق يجوز التنازل عن حقه كلا أو بعضا، كل ذي حق يجوز له أن يتنازل عن حقه كلا إيش أو بعضا. فخيار المجلس لما كان حقه يعود لهما محضا، وأراد كلاهما أن يقع بيعهما بلا خيار مجلس فلهما ذلك، ويكون البيع واجبا بعد انعقاده ولو كانت أبدانهما لا تزال في المجلس. واضح؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما فقد وجب البيع. في الصحيحين: فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما فقد وجب البيع. فإذا دل على سقوطه الأثر والنظر، أما من الأثر فذكرته، وأما من النظر فلأن الحق فيه لهما، ومن كان ذا حق فله أن يتنازل عن حقه كلا أو بعضا.